شباب يا جماعة، ايه الأخبار؟ معاكم سامي سموي من قلب الغردقة. معلش كنت مشغول قوي الفترة دي وما زلت مشغول جدا عشان في بطولات الفترة الجاية، وكل الكلاينتس بقى مركزين بزيادة. المهم، في سؤال اتسألته كذا مرة وأنا شايف إنه مهم جدا جدا وكل الناس بتعمله غلط. بص، انا الكلاينتس بتوعي عارفين انه ساعات بعمل كارب سايكل. الكارب سايكل بيبقى فيه يوم هاي كارب حلو وفي يومين لو كارب، مش شرط يومين ثلاثة، على حسب السيتويشن وكده. حلو، ساعات يوم الهاي كارب ده بيجي فين؟ في يوم الاوف، يعني ما عندوش تمرين، مش هيتمرن، مش هيعمل كارديو، مش هيشيل حديد، ايا كان اللي بيعمله مش هيعمله. على طول اوتوماتيكلي كل الناس بتفكر تقلل كالوريز اليوم ده، تقلل كارب، تقلل فات، ما تاخدش السبلمنتس بتاعتها، ما تاخدش البروتين، بروتين بس ايام التمرين. طيب ده كده 80% من الناس تفكيرها على طول كده. في الاول في الاخر ده رايي الشخصي، وانا قلت لكم ما فيش صح او غلط، بس انا في رايي الشخصي لا، العكس تماما. يوم الاوف ده انا اريح على قد ما اقدر جسمي، احاول ما اعملش مجهود، احاول انام كتير، احاول اكل هيلثي كتير كتير كتير. لو انا باكل 4 ميلز اكل 5 يوم الاوف. بالعكس ده في بتاع ساعه ساعه ونص تمرين مش موجوده دلوقتي. حلو، ليه؟ احنا بنقعد نهدم في عضلاتنا، نقعد نعمل عمليه تهديم، اللي هي لما بنتمرن العضله بيحصل لها هلك، بتهلك وبيحصل ايه؟ تيرز بسيطه في العضله، عشان لما تنام تعمل ريكفري، بروتين بيساعد على الريكفري، وهكذا وهكذا وهكذا. يوم اوف او يومين اوف، حلو. اليوم اللي بعمل فيه استشفاء بقى لكل الهدم والتكسير والستريس اللي على النظام العصبي والعضلات، كل ده اليوم الريكفري بتاعه، اللي هو اليوم اللي الجسم بيشم نفسه، اللي هو اليوم اللي الجسم فعلا بقى بيكبر فيه، اقلل الاكل، اقلل التغذيه، ما اخدش البروتين بتاعي، ما اخدش الجلوتامين، ما اخدش الامينو، ما اخدش البي سي اي، ما اخدش الجلوتامين في اليوم اكتر يوم فيه ريكفري. لا طبعا، انا ضد الموضوع ده تماما تماما، وده رايي الشخصي، والحمد لله بينفع every single time مع كل الكلاينتس بتوعي. they feel better stronger، بيبداوا السايكل الجديده اللي هو الاسبوع الجديد طاقه اكتر. بالعكس تاني يوم بيبقوا انشف واكبر، عشان الكاربس دي يعني ما بيبقاش فلات، بينفش تاني، فبالعكس بيبان حلو. ما تخافش من هاي كارب اون اوف دايز يا جماعه، لا بالعكس بالعكس. اقول لك حاجه، لو عندك تشيت ميل، لو مدربك كاتب لك على تشيت ميل، ده موضوع تاني برضه احنا بنتكلم عنه. انا مش شايف انه التشيت ميل حاجه ضروريه، يعني هاي كارب از ذا بوينت، ان انت تعلي الكارب وهيدرات عشان جسم يحرق اكتر، نعلي الميتابوليزم. تشيت ميل ده خليه، المهم هنتكلم في التوبيك تشيت ميل ده لوحده. لو عندك تشيت ميل خدها في يوم الاوف بتاعك، في يوم الهاي كالوري داي بتاعك، مش لازم تبقى يوم قبل تمرين الرجلين والكلام ده، مش حقيقي، مش لازم. جربوا جربوا وشوفوا، وريسبكت يوم الاوف يا جماعه. في ناس بتهلك نفسها قوي، لازم يوم على الاقل في الاسبوع ما تعملش ولا حاجه، ولا كارديو ولا تمرين، حتى لو انت بتنشف، حتى لو انت كاتنج، لازم يبقى في يوم فول ريلاكسيشن. لو تعرف تعمل مساج اعمل، حجامه اعمل، دول هنتكلم عليهم في توبكس تانيين برضه. معلش الحلقه النهارده قصيره، نوت بريبيرد، بس حبيت اوضح النقطه دي لاني بتسال فيها كتير، وقلت لكم اسلوبي انا ازاي. اتمنى تجربوها وهتفيدكم ان شاء الله، ولو ما فادتكمش ارجع للنظام بتاعك. في الاول في الاخر اقعد جرب، تيست يور بودي، دي احسن طريقه تعرف ايه الصح، انك تجرب وتركز انت بتعمل ايه بالظبط وتشوف الناتج عنها ايه. تمام يبقى تمام، مش تمام لا ارجع زي ما كنت واغير حاجه تانيه. سي يو يا جماعه، لايك شير سبسكرايب كومنت اسئلتكم وان شاء الله بجاوبها، وشكرا يا جماعه كل الكومنتس الحلوه بجد.